مع التمرين 4 من سلسلة تمارين أمثلة تأثيرات ميكانيكية. نص التمرين كيقول وضع جسم صلب اس كتلته ام كتساوي 1 كيلوغرام على سطح مستوي ومائل بزاوية الفا. اذا اعطونا الكتلة ام كتساوي لنا والفا اعطونا هي 20 درجة، وبالنسبة لنا الكتلة هي 1 كيلوغرام. اعطونا جي شدة الثقالة كتساوي لنا 10 نيوتن على الكيلوغرام. يلاحظ أن الجسم لا ينزلق على السطح ويبقى في حالة توازن. معطى شدة الثقالة هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. عطاونا الشكل، بأن السطح المائي بالنسبة للمستوى الأفقي بزاوية ألفا، نضع عليه واحد جسم اس. هذا الجسم اس هذا في حالة توازن. أولا أجرب القوى المطبقة على اس. إذا هنا السؤال الأول، جمع القوى المطبقة على الجسم اس. بالنسبة للجسم اس قلت عنده كتلة، إذا ماكسيمم كيخلع الوزن، يخلع الجسم اس لي العضلة الأولى وزنه بي. مزيان، هذا الجسم اس موضع فوق السطح، إذا السطح كيأثر عليه لأنه هو اللي منعه من السقوط. إذا تأثير السطح كنشوف بان ما كاينش ماشي رابط ولا شي خيط معلق فيه ولا شي يعني جسم من الحديد وقريب وشي مغناطيس. اذا هادو هما التأثير اللي كيخلع لهم فقط، لا كيخلع الوزن بي وتأثير السطح. السؤال الثاني قال لك بتطبيق شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، بين ان التماس بين اس والسطح يتم باحتكاك. بين ان التماس بين السطح والجسم يتم باحتكاك، وعلاش غنبنيو؟ غنبنيو على الشرط ديال التوازن ديال جسم خاضع لقوتين. اذا نذكر بالشرط ديال التوازن، شفتو في الثالثه اعدادي فاش كيكون جسم صلب خاضع لقوتين في حال التوازن، كيكون داك القوتين عندهم نسخة التاثير، قال مزيان نسخة التاثير ونفس الشده ومن حياه متعاكسه. هادو شفتوه، اذا القوتين عندهم نسخة التاثير نفس الشده ومن حياه متعاكسه. اذا الان كيفاش غادي نروح نستمروا هذا الشيء باش نبينوا بان التماس باحتكاك. اذا شفنا في السنه الماضيه الشروط ديال التوازن ديال جسم خاضع لقوتين، وشفنا هذه السنه هذه فاش كيكون التماس بين السطح وجسم احتكاك. شفنا في الدرس بان اذا كانت ار عموديه على السطح كيكون التماس بدون احتكاك، ولا كانت ار غير عموديه على السطح كيكون التماس باحتكاك. اذا الان انا غنحاول نمثل. اذا السؤال الثاني شنو؟ بما ان جسم اس خاضع للقوتين بي و ار وهو في توازن، فإن لي R و P نفس خط التأثير. هاكون نفس خط التأثير، دا غنمشي لها نفس الشكل ديال هنا، ها هو بي، ها نقطة التأثير، دا خط التأثير ديال الوزن بي غيكون هنا، هذا بي، دا R غادي يكون هنا، عندو نفس خط التأثير، R منطلقة من هنا يكون عندو نفس خط التأثير، تا هو يترسم فوق هكا ولكن نحو الأعلى. الآن غتكون هي هذا. إذا هنا بقى بحثنا نشوفوا العمودي على السطح واش متطابق مع الاتجاه ار ولا لا. إذا رسمت العمودي غنلقاه هو هذا. إذا هنا كنلقى بأن ار غير عمودية على السطح، دلنا أن ار عندها نفس خط التأثير ديال بي والسطح مائل. إذا هنا بي ما متعاملش مع السطح، إذا حتى ار غتكون ما متعاملش مع السطح، وهذا يخلينا بانه بما ان ار ماشي عمودي على السطح فان التماس يتم باحتكاك هنا، وبما ان السطح مائل فان ب ليست عمودية على السطح، على هذا السطح، و ار ايضا لأن بي و ار عندهم نسخ تأثير. إذا بما أن ار غير عمودية على السطح فإن التماس شفناه في الدرس يتم باحتكاك. إذا قلنا إذا كانت ار عمودية على السطح كيكون التماس بدون احتكاك، في حالة وجود الاحتكاكات كتكون ار غير عمودية على السطح. الآن السؤال ثلاثة، حدد شدة القوة ار المقرونة بتأثير سطح التماس على S وقيمة زاوية الاحتكاك في.
نبدأ واحدة واحدة. السؤال ثلاثة، لنحدد قيمة الشدة R. إذا ما نديرش السهم، شو شفنا؟ لأن هذا الجسم هذا هو في توازن تحت التأثير ديال R و P. إذا قلت بما هذا القوتين هذو غيكون عندهم نفس التأثير من حيث متعاكسة ونفس الشدة، هذه كتعمل الآن راه الشدة. إذا الشدة ديال R غتكون كتساوي الشدة ديال P، غيكون بما أنه S في توازن تحت تأثير القوتين P و R، فإن R غتكون كتساوي P. و باش عرفنا بأنها كتساوي أم في الجي، أم عاطينها أنها هي واحد والجي هي 10، إذا غتكون بي كتساوي 10 نيوتن، يعني آر كتساوي 10 نيوتن. الآن إيجاد قيمة في زاوية الاحتكام. شنو في الدرس من زاوية الاحتكاك؟ شنو هي زاوية الاحتكاك؟ هي الزاوية بالاتجاه ديال القوى آر والعمودي على السطح. عقلية مزيان. زاوية الاحتكاك هي الزاوية ما بين متجه R اللي كتمثل التأثير ديال السطح والعمودي على السطح. إذا أنا جيت لهنا، العمودي على السطح هو هذا، هذا هو العمودي على السطح في كتم الحركة، وهذا هو اتجاه القوة R. إذا هذه الزاوية هنا بيناتهم راه هي في، هذيك الزاوية هي في. إذا نحاول نقلب لك الجزء اللي عندي هنا، نظن عندي هذا هو السطح، هذه هي عندي العمود هو هذا و R هي هذا. إذا هذه هي الزاوية في ما بين R والعمود على السطح. إذا هاد في غنحاول ندوزو الآن نشوفو هاد الزاوية هذه اللي عندنا هنا ألفا، نحاول نستمروها. إذا كان هذا عمودي على هذا وهذا اتجاه ديال R، فهذا راه عمودي على هذا. إذا هذا عمودي على هذا وهذا عمودي على هذا. إذا الزاوية اللي دايرينها هادو بيناتهم بجوج هي الزاوية اللي دايرينها هادو بيناتهم هنا. إذا بما أن في هي الزاوية بين اتجاه القوة R والعمودي على مساحة التماس، فإنه من خلال الشكل نجد في كتساوي لنا ألفا، لأن قلنا في هي ما بين آر وهذا العمودي، هما اللي عمودي يعني على هذا الأضلاع المكون لهذه الزاوية، لأن هذه الزاوية كتساوي هذه الزاوية هذه، وألفا شفناها بأنها كتساوي 20، إذن في كتساوي لنا 20 درجة. وصلنا لعند السؤال 4، استنتج شدة المركبتين المماسية آر تي والمنظمية آر إن للقوة آر. باش نفضل السؤال 4، إيجاد R تي و R N. باش فهمت الدرس بأن القوة R كنفككوها جوج ديال التأثيرات R N اللي قلنا عمودي على مساحة التماس، وهي اللي كتمنع الجسم أنه يدخل في السطح ولا يسقط نحو الأسفل، و R تي اللي هي مسؤولة على الاحتكاكات. إذا هذه اللي كتمثل الاحتكاكات، وهذه هي المركبة المنظمية اللي كتمنع انغراس الجسم في السطح. مثلا لو انا واقف فوق سطح الصلب، هذا الار ان خدامه مزيان، الا مشيت زدت مثلا في شي وحل ولا شي حاجه كنحس براسي كنبدا ندخل كنهبط لتحت. علاش؟ لان الار ان كتكون ديك الساعات ضعيفه. لان هاد الار ان اللي كتخليني انا دابا شاداني انا ما نهبطش لتحت راه هي القوه ار ان، هي اللي كتمنع انغراس الجسم في السطح ولا السقوط ديالو نحو الاسفل. اذا الار كنقدروا نفككوا على هاد بجوج. اذا نمثل هنا الشكل ديالي من جديد، اذا هو هي هذه، إذن هذا هو الجسم، إذن هذه هي القوة R هي هذه، لا شفنا بأن الوضع اتجاه ديالها رأسي، إذن رأسي بحال إذا غتكون مرسومة فوق المستقيم هذا، هي هذه R، ولكن العمودي هنا على السطح هو هذا، العمودي هو هذا. إذا الزاوية بيناتهم، الزاوية قلنا بين R هذه وهذا العمودي على السطح هي سميناها في مزيان، ومركبات هاد ار باش نفككوها كندورو الاسقاط هنا كتعطينا القوة الاحتكاك، هذه هي ار تي، وكنديرو الاسقاط هنا على المنظمي كتعطينا ار ان، هذه هي ار ان وهذه هي ار تي. اذا هنا
كنحاولوا دائما نخدموا في هذا المثلث. اذا ضغطنا على ار ان كنشوف هذا ار ان هي الدرع المحدد هذه الزاويه هذه، ار ان هي الدرع المحدد. اذا غندوز نشوف الكوسينوس ديال الفيش كيساوي نزاو ار ان صاحبي ار ان. اذا ار ان قلت هنا بان المحادي غنخدم بالكوسينوس، اذا الكوسينوس في اش كيساوي لنا؟ كيساوي المحادي على الوتر، اذا هو ار ان كناخذ القيم على ار. اذا ار ان غيكون هو ار كوسينوس في ار، توصلنا لها بانها هي 10 وفي لقيناها بانها هي 20. اذا غنلقاو بان ار ان كتساوي لنا 9.4 نيوتن. انتم تاكدوا من التطبيقات العدديه. الان غادي نشوفوا تحديد القوه ار تي، الشده ديال ار تي لقيت هي هذه. اذا انا خدام مع هذه الزاويه في هي اللي عندي معلومات عليها. اذا هذه الى ما بانتش هنا كنشوف تمثلها هنا، لان هذه راه هي هذه، لان هذا بحال مستطيل. هذه هي ار تي، هذه القطعه راه هي القطعه هذه. اذا هذه كتمثل المقابل هذه الزاويه. ندوز بالسينوس، هذا السينوس ديال في كيساوي لنا المقابل هو الضلع هذا اللي كيساوي ار تي مقسوم على ار. اذا ار تي كتكون هي ار السينوس ديال في، اذا هو 10 السينوس ديال 20، هذه هي 3.4 نيوتن، وهذه ار تي. نعم.